بسم الله الرحمن الرحيم. حسين السعيد ناطق رسمي لنقابة الأمن الجمهوري. احنا لدينا منذ معتها فترة أن بلادنا في خطر محدق بها من طرف الإرهاب والعنف بأشكاله، واللي باش يكون بين في المحك أو في الواجهة ضد مقاومة الإرهاب والعنف هو الجهاز الأمني. وإذا كان نقوله الجهاز الأمني هي ركيزة من ركائز الدولة في استقرارها الاجتماعي واقتصادها ووضعها العام. اللي خلى الأمور الأمنية تدهور اليوم هو جملة من التعيينات الخاطئة، هي جملة من الملفات، ملفات الفساد اللي تراكمت من العهد السابق واللي تواصلت لليوم على أساس الولاءات والمحسوبية للحفاظ على المصالح الضيقة والمناصب والكراسي. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الورتيني، عضو المكتب التنفيذي لقليب تونس، نقابة قليب تونس. أنا باش نتكلم كنقابية. بالنسبة اليوم صنفوا أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي. عام 91 زين العابدين بن علي والنظام في الوقت هذاك صنف حركة النهضة كتنظيم إرهابي. شنية اللي تبدل من 91 إلى 2013؟ القوانين هي هي. أنا باش نتكلم على الأعوان والإطارات، باش نتكلم على البوليس. البوليس شنية اللي تبدل باش يحميه؟ الناس اللي خدمت عام 91 صارت فيهم ملاحقات ودخلوا للسجون. شكون يضمن لي اليوم اللي يخدم على أنصار الشريعة ما تتمش ملاحقته نهار آخر؟ شنية اللي تبدل في القوانين؟ هو قانون الإرهاب ماهوش قاعد يدفع. اليوم اللي يتشد الحاكم يسيبه غضب. يتعدى على عنف ما يتعداش على قانون الإرهاب. اللي يعتدي على تونس اعتبار اعتدى على شخص. هي برايتي كتب عم مساعد نقابة الأمن الجمهوري. أنا البارحة معناتها كيف الناس الكل تفرجت في الندوة الصحفية الخاصة بالكشف عن الإرهاب والإرهابيين، فما عديد معناتها الملاحظات اللي حبيت أنا نلاحظها كنقابي أمني. بالنسبة للحديث اللي لفت الانتباه بتاعي اللي فما حقائق معناتها تقالت والكل حقائق هذيك، اما ما نعرفش انا من شكون اللي تستر حتى وصل الوضع الى ما هو عليه الان. ويا ترى الناس اللي تسترت هذيا على الارهابيين والتحركات نتاعهم والتدريب نتاعهم والتسليح نتاعهم ودخول الاسلحه لتونس، علاش ما تكشفش الجهات هذيا؟ وقت اللي احنا يوميا تفرجنا في التلفزيون تفرجوا في فيسبوك وفي الفيديوهات تورط عديد الاطراف اللي مصوره مع واللي بلوا رسموه معناتها هي قيادات في الدوله. وإذا كان مش هي قيادات حزبية وإلا نواب في ما في شو اسمه المجلس الوطني التأسيسي. المقايضة في ملفات عامة. لأن أنا ديما نحب نسمي الأسماء المسميات. نور الدين الحيري قايد برشا أطراف. قايدهم ملفات. معناتها عنده ملفات فساد وولاءات النظام السابق وولاءات أشخاص في النظام السابق. قايدهم نور الدين الحيري ملفات و في السجون نحكي نحكي على السجون يعني على السجون قايل نور الدين الحيري ملفات وتوا هما معناتها قيادات فاعله في الاداره. حبيب الصبوعي قاعد نعرف شنو صلاح فما مديرة الترجمة الجزائرية فريدة بن علي اللي عطاه اخوه نور الدين الحيري سراح شرقي بدون وجه حق قانوني. مهندس فلاحي زين المسعودي، مهندس فلاحي رئيس مركز حركة النهضة بن عروس. وين تعين هذا؟ هذا مهندس فلاحي وزارة الفلاحة تم تعيينه رئيس إدارة فرعية للشؤون الإدارية والجزائية بسجل الأهوال. وتم تمكينه من سيارة ويدخل لجميع السجون التونسية بدون استئذان.
هذا عندنا 6 شهور اللي تم تعيينه، واحنا نطالبوا بانهاء الحق الى يومنا هذا. مساء